مساء الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم صارت أجواء حارة في عموم مناطق المملكة، تكاثرت كميات من الغيوم الركامية الرعدية فوق المرتفعات الجنوبية الغربية وهطلت زخات رعدية من الأمطار. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور يكون الطقس غالبا صافي مع 25 درجة مئوية الملموسة 25، أيضا الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة، بالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة نبدأها بالمنطقة الشمالية، تحديدا هذه التوقعات ليوم الأربعاء: سكاكا رياح نشطة وأتربة مثارة 38 إلى 25، عرعر طقس حار 38 إلى 23، تبوك فرصة ضعيفة لزخات من الأمطار خلال ساعات الظهيرة والعصر مع 37 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الغربية أيضا المدينة المنورة 39 إلى 28 درجة مئوية، مدينة جدة 34 إلى 30، مكة المكرمة زخات رعدية من الأمطار 42 إلى 29، والطائف زخات رعدية من الأمطار 31 إلى 22 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية أحوال جوية غير مستقرة في هذه المناطق، زخات رعدية من الأمطار في أبها مع 26 إلى 18، الباحة 26 إلى 17، وجازان 35 إلى 29 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام طقس صافي 36 إلى 26، حفر الباطن 39 إلى 26، والإحساء 39 إلى 24 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض طقس صافي 37 إلى 25، بريدة 36 إلى 24، وحائل طقس حار 35 إلى 22 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.